أنت تسأل عن حلب ونحن نجيب. برنامج يقدمه للإذاعة العلامة الأستاذ خير الدين الأسدي. يسأل السيد جورج جانجي من حلب أن تحدثوه عن الكبة. كتابنا موسوعة حلب المقارنة يتحدث طويلا وطويلا عن الكبة، فما نقدمه لك الآن هو مختصر المختصر. سبب هذا التوسع أن حلب اشتهرت بكببها، أما سمعت قولهم حلب أم المحاشي والكباب. وحسبنا أن نقول أننا عددنا من أنواع الكباب في حلب نحو 50 نوعا، ولعل أغوات حارم وما إليها خير من يصنع الكباب، ذلك لأنهم يتخذون برغلها من حنطة العمق السمراء ذات المادة الغذائية والمادة الراتنجية أي العلكية، وكبتها كما يقولون مثل الصوان. في حلب نفسها يقولون الكبة للنصارى والرز للإسلام. قال حلبي لامرأتي يا مرة طبخينا بامي، قالت لؤي يبوم الدم. قال يكان ساوين لحمي بالفرن، قالت له يضرب السقم. كني نسيت الأبوات أكل الأغوات، ونسيت الكباب أكل أصحاب المعالي والرتاب. والكبة يا سيد جورج طعام قديم جدا، ولو لم تذكره المصادر العربية، ولعل موسوعتنا هي أول من اعتنى بذكرها والتفصيل فيها. نعم قديمة جدا، ذلك أنني رأيت نصا أثريا للملك الآشوري ناصر بال الثاني، هذا الذي بنى له قصرا وكتب عليه لدى سكن القصر أولمت وليمة لعظماء دولتي، وقدمت لهم صنوف الأطعمة منه الكبة وسماها كوبيبا. ومن توريات الحلبين، تعا تعشى عنا يا إيش عشاك؟ قدبة مشوية وعجو محشي ولحمة قيمة. ويسأل عماد الدين حمزة من حماة، يسمون القشطة الباردة في حماة بيريت ولا نجد لها ذكرا، فمن أين هي؟ نعم يسمون القشطة الباردة أعني التي لا يحصل عليها بغلي حليبها، بل يبيتون حليبها في وعاء عميق ويدفترونه إلى الصباح، وصباحا تطفو قشدتها الباردة هذه على سطح الحليب. أقول يسمونها البيريت في حماة فقط، ويتخذون من البيريت هذه وجبة الصبح اللذيذة بأن يلصقوا على سطح الحليب هذا رغيفا تنورية
فيعلق البيريت به ثم يرشون عليه السكر ويأكلونه، ويسمون هذا الطعام المغطوط وانفردة حماه فيه، كما يجعلون من البيريت حشوة الكناس المجزوقة، وكما يحشون به القطايف العصافير الصغار، أو يؤكل مغطوط مع حليبه لا سيما مع السحلب. أما أصل كلمة البيريت فحقك ألا تجدها ولا تجد لها ذكرى أو أصلا في كتاب، ويخطئ من يزعم أنها تحريف البارد العربية، إنما الكلمة على ما تحققناه نحو تركمانية يستعملها تركمان ثلاث قرى في حماة، هي قرية عقرب وقرية طلف وقرية الحميري، وظني أن طعام المغطوط من اختراعهم. واتخاذ التركمان هؤلاء طعام المغطوط لا يتجاوز عهد الحروب الصليبية، ثم ليس البيريت جذر في اللغة التركمانية كما درسنا تاريخ حياتهم. هذان يوحيان إلي أن أصل الكلمة من كلمة بير الفرنسية بمعنى الزبدة، لا سيما وآثار الصليبيين كثيرة حول هذه القرى الثلاث. ويسأل السيد مصطفى جليل من حلب: أرى مزارا قديما في حارتنا أغير، وفيه رايات وسيوف، ومنها قطعة جارحة سموها لي الجلينج، فمن أين جاءت؟ في حلب قبور عدة فيها ما ذكرت، منها قبر الشيخ جاكير في حارة باب النيراب، ومنها قبر معروف في سوق الزرب، وهذه المحتويات في هذه القبور ترمز إلى أن الدفين كان من المجاهدين وأنه مات في جهاده. أما كلمة الجلينج فأصلها من الفارسية، ومعناها الكأس الذي كان الفأس الذي كان يستعمل في الحرب، وجمعوه على الجلينجات. ويسأل السيد إبراهيم حسون من حلب عن معجم ذكرت فيه لبة النار. من الطبيعي ألا ترى لبة بمعنى اشتعل في كل المعاجم. سبب هذا أن اللهجة العامية حرفتها من كلمة لهيبة، ولهبة النار بمعنى اشتعلت، دون دخان موجودة هذه لهبة في كل المعاجم. وكما حرفوا لهبة إلى لبة، حرفوا معها اللب وقالوا لب للبيت كما قالوا لب. ومن كلامهم قبع النفس شوف رايي لب من الهوى، يريدون رايح يلتهب أي كاد يلتهب. ومن استعاراتهم لما سمعت هل مرى انه جوزة عم بخطب لب عقلة او لبلب عقلة. ومن تهكماتهم فلان مثل خشب الدلب، لا بشتعل ولا بلب، يريدون انه لا خير فيه ولا منفعة. وتسأل الآن سند يصنونه من حلب: بلغني أنك نظمت قطعة في البزر اللي بفصفصو، فهل تسمعنا إياها؟ نعم، كنت نظمتها بالعامية، بالعامية ل
يعبر بها عن شعور امرأة كردية شهدتها أنا لدى رحلات الأثرية تقلي القرية على صاج في جبل الأكراد وعيون غربي. تخيلت في هذه العيون أنها تنتظر زوجها مساء لتتناول القرية معه. ومن الفن أن تكون لغة القطعة بالعامية لتتقارب من تعبيرها. كما أقحمت فيها كلمتين، الأولى كلمة بافو الكردية بمعنى يا بابا تريد يا حبيبي، والثانية أعني الميم الساكنة يستعملها الحلبيون بمعنى ما أطيبه وما ألذه. بتحب المامونية؟ اسمع الآن هذه القطعة. بزري عليتو بافو جيبي مليتو بافو من شان سمرتنا بافو عليتو عليتو عليتم. بزري على النار طقطق وتم فتحوا وزقزق من شان سرورنا بافو عليتو عليتو عليتم. بزري عليتو بإيدي وبحطو بتمو بإيدي من شان وصالك بابو عليتو عليتو عليتم. لما بيعضو بيرسم ويبسمي فيه بسمي يرسم ولك كرمل شفايفك بابو عليتو عليتو عليتم. موعدنا يوم الجمعة القادم الساعة 3:15. عزيزي المستمع، إذا خطر ببالك سؤال عن مدينة حلب العريقة في المجد والقدم فارسله إلينا على العنوان التالي: حلب دار الإذاعة، برنامج أنت تسأل عن مدينة حلب ونحن نجيبك، ليرد عليك العلامة الأستاذ خير الدين الأسدي. أنت تسأل عن حلب ونحن نجيبك.